السلام عليكم أحبائي الكرام. في هذا الفيديو أردنا أن نشارككم أفضل 5 أفلام الأكشن والتي لقيت أحسن تقييم. في الرتبة 5 ميكانيك ريزيركشن 2016. تدور أحداث الفيلم حول قاتل محترف يدعى آرثر بيشو، يقرر أن يضع ماضيه الإجرامي وراء ظهره والنظر إلى المستقبل، لكنه يتورط مجددا في عالم الجريمة بعد قيام خصمه اللدود بخطف حبيبته. يسافر بيشوب حول العالم من أجل تنفيذ 3 اغتيالات صعبة للغاية بشكل يظهر للرأي العام على أنها حوادث عادية، بهدف إنقاذ حبيبته من أيادي مختطفيها. في المرتبة الرابعة جاك ريتشر Never Go Back 2016. تدور أحداث الفيلم حول جاك ريتشر بعد عودته لوحدته العسكرية، يجد نفسه متهما بدون ذنب في جريمة قتل للشاب في 16 من عمره، ويصير هاربا من العدالة في نظر الجميع. ويحاول جاك أن يبرئ نفسه من خلال الكشف عن مؤامرات حكومية الكبرى، وخلال كل ذلك يكتشف جاك سرا من الماضي قد يغير حياته إلى الأبد. وفي المرتبة الثالثة Bloodfather 2016. تدور أحداث القصة حول الأب يحاول حماية ابنته من تجار المخدرات، وفي أثناء ذهابه مع ابنته لحضور حفلة موسيقية يخطط تجار المخدرات قتل ابنته، مما يدافعه ليتعاون معها لمواجهة هذه العصابة. أما في المرتبة الثانية فيلم The Magnificent 7 2016. تدور أحداث القصة حول قدوم 7 رجال مدججين بالسلاح من الغرب القديم إلى القرية البعيدة بهدف مساعدة أهلها على مواجهة عصابة تحاول استغلالهم وإخداعهم. أما في المرتبة الأولى The Return of Alexander Cage 2017. تدور أحداث الفيلم بعد التعرض إكساندر كيج لحادثة كان أن يموت فيها، ولكنه بالرغم من ذلك يعود سرا من أجل تنفيذ مهمات خطيرة بالتعاون مع جي بونس، ومن هنا تتولى الأحداث. Other than me.